قلعة السلطان صلاح الدين الأيوبي من أهم معالم التراث الأثري للتاريخ الإسلامي في مصر، وطبعا من أهم الأماكن اللي لها دور هام في تاريخ مصر وحماية مصر من غزوات وحروب كتير، فكانت هي الدرع الواقي لمصر وكانت مقر للحكم لحد فترة قريبة في التاريخ أو لحد ما تنقل الحكم القصر عابدين. أول القلعة عبارة اللي باقي منها بس عبارة عن السور الخارجي والأبراج. القلعة دي اللي بناها واختار المكان صلاح الدين الأيوبي في نهاية القرن الـ12، عن حوالي 850 سنة. ومعنى القلعة معناها مقر الحكم، يعني فيها قصور الملوك تحكم مصر من داخل القلعة، لغاية آخر واحد ساكن في القلعة حفيد محمد علي اسمه الخديوي إسماعيل. يعني استخدمت القلعة حوالي 700 سنة مقر الحكم مصر. الخديوي إسماعيل بقى بنى قصر خارج القلعة اللي هو قصر عابدين، واتنقل هنا يعني من صلاح الدين لغاية حفيد محمد علي الخديوي إسماعيل 700 سنة مقر الحكم. واي حاكم جديد بيجي يبني مباني اضافيه داخل القلعه، يعني زي محمد علي المسجد اللي احنا واقفين داخله محمد علي اللي بناه، وده حوالي 190 سنه 194 سنه، مش قديم يعني، بس من اروع المساجد المصريه. وداخل اسوار القلعه العديد من المعالم الاثريه زي القصور والمساجد والمتاحف اللي بتدل على تاريخ الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر على مدار 700 سنه. ومن اهم المعالم اللي داخل القلعه مسجد محمد علي، مع العلم انه مش اقدم حاجه في القلعه علشان ده اتبنى في تاريخ حكم محمد علي، وسبب شهرته انه اتبنى بشكل معماري منفرد. وهنشوف المسجد من الخارج وتميزه بمئذنتين ارتفاعهم من اعلى المسجد يصل الى اكتر من 80 متر، وكمان تدرج القباب المطلية بالرصاص اللي بتعكس الحرارة عن المسجد. والتصميم الداخلي للمسجد من نوع فريد، وبرضه من غرائب المسجد وجود منبرين بسموه مسجد القلعة لأنه مبني داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. نفرق بين قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي، فرق بينهم فرق كبير جدا. المسجد ده مش مسجد مصري، مسجد تركي. محمد علي حب يبني مساجد زي مسجد تركيا، فبنى المسجد ده نسخة طبق الأصل من المسجد جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق في اسطنبول. مكتوب بره استغرق بناء المسجد 18 سنة، وده في الحقيقة المسجد خد وقت كبير جدا حوالي 33 سنة. يعني الهرم الكبير خد 30 سنة، ده خد 33 سنة. ليه؟ لأن مثلا الأعمدة المقطوعة من الجبل من محاجر بني سويف ومعظمها من محاجر الأقصر مقطوع قطعة واحدة، وأسابيع طويلة عشان لما يتقطع ما يبقاش ناعم كده، بيجيبوا رمل وحجر عشان يعملوه أملس وناعم كده. أي حاجة تتكسر في أثناء النقل من الأقصر أو من بني سويف لو قد الحجم ده بيرمي العمود في النيل بيبتدي من أول تاني، عشان كده خدوا 33 سنة يبنوا المسجد ده. في مفرق بقى في مصر بين المسجد والجامع. تعرف في مصر الجامع في الدول العربية يقول لك الجامع اللي بيصلوا فيه الجمعة والأعياد يعني، لكن عندنا الجامع كان مدرسة ومسجد في نفس الوقت. يعني أي تخطيط مسجد زي كده صح ومكان مسقوف ده يبقى مدرسة ومسجد في نفس الوقت. ما نقولش مثلا على جامع الأزهر مسجد الأزهر، نقول جامع الأزهر لأنه كان جامع ومسجد في نفس الوقت. مسجد القلعة وليه اسم تاني بقوله مسجد المرمر لأنه كله من الألبصر، الحوائط معطاة من بره ومن جوه بالألبصر. منقول عليه جامع محمد علي لأنه بناه. ثلاث أسماء اللي بتوسط الصحن الميضاء للوضوء. طب أهم حاجة في الميضاء المية بتيجي منين؟ يمكن شفت صور مجرى العيون، ما بترفع بالسوايا عند فم الخليج، في خلال الصور ده في خزان تحت المجامع ده لتخزين المية عشان لو حاصر القلعة أي عدو يلاقوا مية هنا 4-5 شهور. خزان كبير للمية، والخزان ده موجود من قبل محمد علي. محمد علي لما جه غطى الخزان كان مكشوف بين الصحن بتاعه فوق، وفي فتحه عشان ياخدوا منه الميه. في برضه ساعه اللي هي عاملين عليها ستاره اللي هي في خلف الميضاء، دي هديه من ملك فرنسا اسمه لويس فيليب سنه 1845 ده لمحمد علي. طبعا لويس فيليب ما ادناش الهديه دي كده لله، هو كان عاوز هديه من مصر، فخد هديه لا تقدر بثمن المسله اللي موجوده في ميدان الكونكورد في باريس. المسله دي كانت قدام معبد الاقصر، اتنقلت لباريس، استغرق نقلها 3 سنوات من الأقصر لباريس لأنه خدوها قطعة واحدة وبنوا لها سفينة مخصوص، مركب مخصوص تنقلها من الأقصر لباريس. 227 طن من الجرانيت، ودي مسلة رمسيس الثاني مقابل الساعة. في برضه مسجد اللي هو اللي جنب محمد علي، الناصر محمد بن قلاوون اللي هو والد السلطان حسن،
فبنى مسجده زي المساجد المصرية. طبعا لما اشوف الميزانة بتاعت محمد علي، الميزانة اي ميزانة في مصر شكلها زي قلم ورصاص، دي ميزانة تركي. ميزانة مصر بتختلف. ده ايام محمد علي كان بيقولوا على مدينة القاهرة مدينة الالف ميزانة، ممكن من قبل محمد علي كمان حاجة، حوالي الف مسجد في القاهرة، دلوقتي كذا الف مسجد في القاهرة. ده اروع المساجد. محمد علي مدفون داخل المسجد، داخل هنا على اليمين، مثلا 1848، ودفن لوحده هنا. اسرته بقى معظم الاسره في جامع الرفاع اللي بره اللي جنب السلطان حسن لغايه الملك فاروق. وكمان في واحد مشهور مات في مصر من حوالي 32 سنه اللي هو اخر ملك لايران، شاه ايران الاخير. ليه شاه ايران دفنوه مع اسره محمد علي؟ لان زوجه شاه ايران الاولى كانت اخت الملك فاروق اسمها فوزيه. ده بالنسبة. وكان سبب تاني قوي ان هو دفن شاه ايران هنا كان الصديق الشخصي للسادات، كان في تعاون بين ايران والسادات ومصر في حرب اكتوبر، فعشان كده كان الصديق الشخصي للسادات. وزوجته الاولى اخت الملك فاروق الاميره فوزيه. حتى السجاده اللي موجود داخل المسجد سجاد تركي، بس مش ايام محمد علي، بعد محمد علي فتره. جامع يمكن الجوامع القليله اللي لها المنبرين، كان في منبر اللي هو الاصلي من ايام الخديوي اسماعيل، بس بقول على معظم يعني الناس بتقول عليه اتعمل ايام محمد علي، لكن هو اتعمل ايام الخديوي اسماعيل. والمنبر الثاني اللي عمله الملك فاروق، لان اللي عمله الخديوي اسماعيل عمله في المكان مش السليم للمنبر، لازم المنبر يكون بجوار القبله المحراب، عشان كده الملك فاروق صح الخطا وعمل منبر ثاني. فبيستخدموا المنبر اللي جنب المحراب، لازم المحراب يبقى المنبر جنب المحراب، لان لو الخطيب هينزل والمنبر بعيد هيقوم نص المسجد عشان يوصل للقبله، عشان كده عمله في المسجد ده. النظام الجزء المسقوف بيعمل قبة كبيرة في النص محمولة على أربع دعامات، فرمز أربعة في الإسلام أن يكتب جنب دعامة من فوق اسم خليفة من الخلفاء الراشدين الأربعة، أو بكر وعثمان وعلي. وحوالين القبة الكبيرة اللي شفتوها أربع أنصاف قباب، وفي كل ركن قبة صغيرة. ده النظام التركي اللي بيقول عليه النظام البيزنطي. وفيه شفتوا القبب من الخارج مغطاه بطبقه زي الفضه كده، ده معدن الرصاص. ميزه معدن الرصاص ان يعكس الحراره والرطوبه، يعني درجه الحراره في المسجد ما تزيدش عن 27 درجه صيف وشتاء، مش محتاج تكييف، لان سمك الجدران المسجد 2 متر اللي هو جوه الجدران الحجر الجيري مغطى من بره، ومن جوه بالالبصر، البصر ده بيلطف الجو، يعني ممكن توصل 40 درجه بره ما تزيدش عن 27 داخل المسجد بدون تكييف. ده بالنسبه للمسجد. بالنسبه لمسجد النصر محمد بن قلاوون اللي جنب المسجد ده، للاسف زمان ايام المماليك وحتى من ايام صلاح الدين لغايه محمد علي كانوا بيستخدموا مواد البناء من المباني القديمه. يعني تلاقي في مسجد النصر محمد اعمده من الجرانيت احجام مختلفه، ده كانوا بياخدوها من المعابد المصريه القديمه. عدد الاهرامات كان عدد الاهرامات كبير، فاستخدموا عدد كبير من الاهرامات في بناء القاهره الاسلاميه، بناء سور القلعه، سور مجرى العيون، القاهره الاسلاميه، المساجد. ده بالنسبه. وفي كمان مسجد في داخل نصر محمد قلون اعمده من الرخام، ولها تيجان مختلفه، الدليل انها من اماكن مختلفه، من معابد مختلفه وكنائس قديمه. ومن الاسور اللي في القلعه قصر الجوهره اللي بناه محمد علي واطلق عليه اسم زوجته، وده كان مخصص لموظفي القصر وكان بيعرف بديوان الخاصه. اما عن قصر الحريم اصبح الان المتحف الحربي. في مباني اضافيه برضو داخل القلعه، يعني مش القلعه بس فيها الجامع، ده فيها قصر محمد علي، ومحمد علي بنى القصر قبل المسجد، يعني مقر الحكم وبنى المسجد بعد كده. ده قصر الجوهرة، وده دلوقتي اللي هو بيحكم منه محمد علي داخل القلعة. وبنى قصر تاني اللي هو المكان متحف الحرب. متحف الحرب ده قصر من قصور محمد علي، بيسموه قصر الحريم أو الحراملك. يعني محمد علي يحكم مصر من داخل قصر الجوهرة، البيات بقى مع الأسرة وهناك في القصر الحريم اللي هو المفروض ما يتعملش متحف حرب، المفروض يتعمل قصر، يفضل كقصر والأساس القصر، والناس تتفرج على القصر، ما يستخدموش بقى الجيش ويعملوا قصر. القصر هناك فخم جدا اللي هو متحف الحرب، كل سنتيمتر مرسوم باليد، حتى الحجرات الصالات مرسوم بالسقف مرسوم باليد. والقصر ده عمرهم 200 سنه،
ومن المعالم المميزة للقلعة سجن القلعة، وكان من أشهر الناس اللي اتسجنوا فيه كان الرئيس السادات، ويعتبر من أهم السجون السياسية في مصر. وبرضه من متاحف القلعة متحف الشرطة، وده فيه أدوات وأسلحة الشرطة على مر التاريخ، وفيه كمان أسماء أخطر المجرمين. والمتحف الحربي فيه أدوات الحروب من أيام الفراعنة لحد حرب أكتوبر 73، وحنشوف العديد من المدافع في عصر محمد علي والعديد من الدبابات والطيارات اللي استخدمت في حرب أكتوبر. وفينا برضو من ضمن أجزاء المباني في القلعة اللي هو السجن القديم المعتقل السياسي، واتبنى ده أيام المماليك وفضل سجن لغاية 1985، فاللي اتقفل بعد سنين بعصر الرئيس السابق مبارك، قفلوا عشان هنا سياحة وفيه ما ينفعش يبقى فيه سجن. الناس المشهورين كانوا في السجن ده، من ضمنهم يعني واحد مشهور تعرفوه الرئيس السادات، كان مسجون هنا سنتين داخل القلعة. والناس اللي هم الشيوخ المشهورين زي القرضاوي وقتلة السادات والشيخ عبد الحميد كشك، ده بالنسبة للسجن السياسي ده موجود، ما زال الزنزين القديمة موجودة. ففي مبنى جنبيه عملوه متحف الشرطة، بضم الحاجات اللي بتخص الشرطة المصرية من أيام الفراعنة لغاية العصر الحديث، الأسلحة بتاعت رجل الشرطة، السيوف والخناجر والدروع من أيام الفراعنة لغاية العصر الحديث، والبنادق والمسدسات، ده متحف الشرطة. وفي برضه الجرائم اللي حصلت في مصر من 200 سنة الأخيرة، الجرائم المشهورة ده بالنسبة لل. وفي كمان متحف ده لسه هيفتحوه بعد أسبوع أو اتنين، اللي هو متحف المركبات الملكية، لما الملك أو أي أمير من الأسرة يتنقل من قصر لقصر بيركب حاجة زي الحنطور كده، ده المركبات الملكية موجود في داخل المتحف. وفي برضه متحف صغير، متحف المسروقات، الآثار اللي اتسرقت وإذا جمعوها وحطوها في المتحف، يعني في أماكن كتير تزار في القلعة، معالم كتير داخل القلعة. ده بالنسبة لحاجات تاريخ القلعة من أيام صلاح الدين لغاية محمد علي.